نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من حديث السبت عبر إذاعة الإيمان من غزة. في حديث السبت قضايا فلسطينية منوعة نطرحها عبر الموجة 96.2 FM ومن خلال البث الإلكتروني على imanradio.com. أنا معكم في حديث السبت حنان أبو دغيم ويحيى برزق برفقتي من الهندسة الإذاعية. موضوع اليوم إلى حد ما موضوع مختلف عما نطرحه من قضايا اجتماعية منوعة، لأنه يعني يتعلق بالواقع الفلسطيني بشكل كبير جدا ويلامس احتياجات الناس، ليس فقط السياسية وإن كان هذا هو العنوان الأبرز، وإنما أيضا يلامس الاحتياجات الاجتماعية والمعنوية. تأسيس حزب جديد في المجتمع الفلسطيني، وفي هذه الحلقة سنتعرف على هذا الحزب الجديد الذي يضم مجموعة من الأكاديميين وطبعا قامات في المجتمع الفلسطيني. حزب جديد، هنالك دعوة وهنالك نلاحظ انضمام لهذا الحزب. يمكن دائما عند سماع اسم حزب جديد أول ما يتبادر إلى ذهن المستمع أو إلى ذهن المواطن عموما، ماذا يحمل الحزب شيء جديد عن الموجود أصلا على الساحة الفلسطينية؟ هل نحن بالأساس بحاجة إلى أحزاب جديدة، وماذا سيقدم هذا الحزب؟ معي عبر الخط الهاتفي لنتعرف على هذا الحزب الجديد وتأسيس الحزب والأهداف التي يسعى إليها والأفكار التي يحملها. معي عبر الخط الهاتفي الأستاذ هشام مرتجى وتفاصيل أكثر عن هذا الحزب الجديد. صباح الخير أستاذ هشام. صباح الخير إليك أستاذ حنان. بداية اسمح لي أن أشكر حضرتك وأشكر طاقم العمل بإذاعة الإيمان، وكل التحية للسادة المستمعين. مجلس سلام الشعب هو يعني جسد شعبي فلسطيني جديد انبثق من أجل الإنسان الفلسطيني، من أجل المجتمع الفلسطيني. تداعينا رجال ونساء وشباب من المثقفين والأدباء، أساتذة الجامعات، رجال وسيدات إعلام وأعمال وقانون. جئنا من قلب الشعب الفلسطيني المستقل سياسيا وعقائديا. حقيقة انبثقنا من رحم المعاناة والعذابات اللي بيعيشها المواطن، لأجل أنه نعيش ونشعر ونشارك همومه وتطلعاته نحو مستقبل أفضل إلى للأجيال القادمة. من أجل أنه نناضل معا وسويا بمشاركة الكل الوطني في بناء وطن واحد، مجتمع متماسك وقوي، ندافع عن حقوقه، عن احتياجاته الأساسية، علشان يعيش يعني بكرامة وأمل وعزة. نعم. لماذا اخترتم اسم حزب سلام الشعب؟ وكان هنالك يعني مقترح آخر أو أسماء أخرى مثل أنصار الشعب على سبيل المثال؟ والله يمكن الحقيقة مجلس سلام الشعب كاسم ربما لأنه يعني بيندرج ضمن مفاهيمنا أو سياستنا أو الهدف الإسلامي اللي إحنا سعينا من البداية، إنه إحنا جسد وروح لهذا الشعب. فإحنا يعني نعتقد إنه إحنا بنمثل المواطن المستقل، بنمثل كل أفراد الشعب. يعني ما إحناش تابعين لجهة داخلية أو جهة خارجية يعني ممكن إنه تؤثر هذه التبعية إلى يعني التأثير السلبي على مجتمعنا. وهذا اللي إحنا دفعنا إنه نختار مجلس سلام الشعب، باعتبار إنه إحنا بنسعى لتوحيد كل الجهود من أجل مجتمع خالي من الحقد، خالي من الكراهية، خالي من الاتكالية، إنه كيف ندي جسور الثقة
والمحبة، نعمل مع الجميع فيما يصب في مصلحة هذا المجتمع وكل الشعب. فعلشان هيك إجت اللي هي تسمية اللي هو مجلس سلام الشعب. نعم. طب يمكن أنا بدي أفكر بطريقة المستمع أو المواطن اللي على ضوء يعني هذا الكم الكبير من الأحزاب الموجودة أصلا على الساحة الفلسطينية، ما الداعي لوجود حزب جديد؟ ماذا سيضيف أو ماذا سيقدم شيء مختلف عن الموجودين أصلا على الساحة؟ والله زي ما حكيت لحضرتك أستاذة حنان، يعني ربما إحنا حقيقة لا يخفى على أحد الأحوال الصعبة جدا اللي بيعيشها المواطن من تردي الوضع الاقتصادي، الوضع الخدماتي، الإنساني، الصحي، بكل أسف حالات التفكك والاتكالية. هذه الأمور ربما جعلت من أهم أهدافنا حقيقة كيف أنه إحنا نساعد أو نساهم في خلق مجتمع فلسطيني جديد من خلال السعي الحقيقي، كيف أنه إحنا يعني نلعب الدور الأساسي عندنا، كيف نبث روح المحبة وروح الوحدة بين أبناء الوطن. كيف إحنا نساعد في بناء جيل جديد، جيل فلسطيني جديد بيتعامل مع بعضه بروح المحبة، بروح الإخاء والتكاتف. كيف إحنا يعني من خلال بذل كل الجهود اللي إحنا ممكن إننا نقدمها لنصرة هذا الإنسان الفلسطيني، كيف إنه إحنا نوجد حلول ممكنة، كيف إنه إحنا نتوجه سواء للأطراف المحلية أو الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية علشان مد يد العون دون طبعا التخلي عن ثوابتنا ومبادئنا الوطنية وكرامة شعبنا. فبالتالي الشيء الجديد هو كيف إنه نعزز إحنا جهودنا سواء في مجلس سلام الشعب من خلال تواصلنا، من خلال سعينا لمد جسور الثقة بين الكل الوطن الفلسطيني علشان خاطر نعزز هذا الروح اللي إحنا نفتقدها ونعتقد إنه تعزيزها ووجودها والعمل على تعزيزها والعمل على تقويتها حيساعدنا بشكل كبير جدا إنه نتخطى المشاكل اللي ربما تأخر حلها أو المشاكل اللي بيعاني منها الإنسان، فقط زي ما قلت لحضرتك إنه هذه الروح اللي إحنا بنسعى لبثها حتساعد بشكل كبير جدا إنها تصب في مصلحة المجتمع وكل الشعب. أيضا حيكون هناك بالتأكيد لجان شعبية من خلال جسد مجلس سلام الشعب، هتكون مسؤوليتها البحث في كافة القضايا الرئيسية الحياتية اللي بتهم المواطن وبيعاني منها المجتمع ككل. يعني حيكون كل لجنة بيتولى إدارتها خبراء من الأعضاء المنتسبين، عندهم الخبرة، عندهم العلم، عندهم الاستعداد والرغبة إنه يسهموا في إيجاد حلول من خلال الجهد الجماعي، من خلال زي ما حكيت حضرتك التواصل مع كل الأطياف سواء كانت محلية أو إقليمية، إنه الجميع مسؤول وكلنا عايشين في هذا البلد في هذا الوطن اللي بيحتاج جهد كل واحد فينا وليس فقط يعني أطراف محددة. هو المطلوب تعاون الجميع، المطلوب إعادة الثقة، إعادة الحب، وبس هذا الروح عشان نقدر إحنا نحل مشاكلنا. نعم. إذن لب الموضوع أنه مجلس سلام الشعب يمكن يعني وجه المجلس السياسي، ولكن الجسد والأهداف الكبرى للحزب الجديد هو يعني مجتمعي وخدماتي، ستعملون على الشق التنموي، التثقيفي، التمكين. طيب صحيح. كل هذه الأمور بالتأكيد طبعا هي بحاجة لإمكانيات، يعني إمكانيات بشرية موجودة في هذا الكم الجميل من الأسماء التي نقرأها من مستقلينهم بالأساس ومن كفاءات، ولكن أيضا هنالك الشق المادي وهو الأهم من أجل العمل على الأرض وتنفيذ كل الأفكار. والله أستاذة حنان، يعني في الواقع أنا يمكن ربما نوهت قبل شوية أنه إحنا في الوقت الحالي بنعمل وفق جهود ذاتي أو بمعنى آخر تمويل ذاتي. لا يوجد جهات تمويل حاليا، لكن إحنا بيبقى المهم بالنسبة لنا إيجاد الأرضية القوية اللي ننطلق من خلالها، من خلال توحيد الجهود، من خلال مد جسور الثقة عشان نقدر نتواصل مع الجميع والكل يقدم يد العون من واقع مسؤوليته وشعوره بانتمائه لوطنه اللي بيحتاج جهده كل في مجاله. فهذا هو الشيء اللي بنركز عليه في الوقت الحالي، وإن شاء الله يعني أتمنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا التوفيق بمساعدة الكل وب
يعني التنمية الحرص والشعور بأنه وطننا يحتاجنا، يحتاج كل واحد فينا، يحتاج جهد كل مخلص، كل إنسان وطني، كل إنسان بيحب بلده أنه يقدم ما يستطيع عشان وطننا يستحق أفضل من مما هو عليه حاليا يعني. نعم طبعا كان في الاجتماع التأسيسي للمجلس، ولكن يمكن خليني أتحدث بلسان المواطن أو بطريقة تفكير الناس، أنه راح يكون أمامكم في المجلس يعني بذل جهود خارقة من أجل إقناع الناس في الانضمام لحزب جديد، نظرا لما ترتب خلال الفترة الماضية من أفكار ومواقف للناس تجاه الأحزاب، وأنها يعني صدقا لم تعد تؤمن بالأهداف المجتمعية والتنموية والخدماتية التي تعمل الأحزاب عليها. والله أستاذ حان بدي أقول لك يعني إحنا من ضمن الشغلات اللي كتير اهتمينا وركزنا عليها هو الاهتمام بجيل الشباب. جيل الشباب هم يعني في اعتقادنا أنه هم قادة المستقبل. قديش إحنا بنقدر يعني نوفر إرشاد ودعم واستغلال لطاقاتهم، تحفيزهم على أنهم يعني يشاركوا مشاركة فعالة في التطوع لخدمة بلدهم، لخدمة مجتمعهم في كل المجالات، من خلال يعني زي ما قلنا تعزيز روح اللي هي المحبة والتسامح من ناحية، ومن ناحية تانية احترام الرأي الآخر، من خلال أيضا ترسيخ مبادئ ومفاهيم إيجابية في عقولهم. فبالتالي وجود العنصر الشاب، عنصر قادة المستقبل، هذا بالتأكيد يعني حيكون بيعطي مساحة قوية ومبشرة إنه الجهود ستكون لها زاوية عملية تؤدي بالتأكيد إلى استغلال طاقات الشباب، استغلال ثقافتهم، استغلال حرصهم وحبهم لوطنهم، لأنهم عايشين على أرض هذا البلد، هم الأكثر حرصاً ربما من الأجيال السابقة على إنه يكون لهم دور فاعل ودور قوي عشان خاطر يخدموا بلدهم. يعني حيكون من الصعب انه احنا نتوقع انه الغير فقط هو اللي يساعدنا، ان لم تنبع منا احنا الرغبة والنزعة انه نخدم بلدنا من كافة الزوايا، من كافة التخصصات، من خلال أجيالنا الحالية، أجيالنا الشابة، حيكون من الصعب أنه نحل قضايانا أستاذ حنان. نعم، ما هو الفكر القائم عليه الحزب أستاذ هشام؟ يعني الفصائل الموجودة عادة إما فكرها إسلامي علماني، يعني ما هو الفكر الذي تقوم عليه فكرة الحزب بالأساس؟ والله قلت لحضرتك يعني إحنا بنمثل نقول جسد وروح هذا الشعب المستقل، بمعنى أنه إحنا جهة أو إحنا جسد مستقل نقول سياسيا وعقائديا، بمعنى أنا المواطن العادي، أنا الإنسان الفلسطيني اللي بيعيش على أرض فلسطين، أنا الشعب، أنا أمثل المواطن المستقل. فبالتالي وأعتقد أنه المواطن المستقل لو من ناحية إحصائية سنجد أنه يمثل الأغلبية في أي مجتمع، يعني ليس بالضرورة أنه المجتمع يكون فقط ذو لون A أو لون B، لا، هناك في سواد أعظم، هناك في أغلبية من الشعب المستقل، نحن الشعب، نحن يعني هذا الجسد وهذا الروح لهذا الشعب. نعم. طب يمكن بمعنى أنه هدفنا أنه إحنا نمثله، إحنا نعلي صوته، إحنا نعمل من أجل خدمة كل أفراد المجتمع دون تهميش، دون استثناء لأي حد. نعم، يمكن في هذه النقطة موضوع المستقلين كان لأحد المعلقين على الفيسبوك أنه كان له رأي طبعا، والجميع له حق الحرية في أنه يعبر عن رأيه، فكرة أنه المستقلين عندما يصبحوا تحت حزب معين أو داخل حزب معين هم لم يعودوا مستقلين. والله أستاذ حنان يعني بتضل هذه وجهات نظر، إحنا نحترم كل وجهات النظر، ولكن أنا زي ما أسلفت لحضرتك الفكرة عندما تولد من إنسان أو من مواطن يعيش نفس الظروف اللي بيعيشها كل الناس، من معاناة اقتصادية أو معاناة الظروف اللي هي الخدماتية الحياتية اليومية، بالتأكيد الإنسان اللي عاش هذه المعاناة هو أقدر من غيره على أنه يعرف
مدى صعوبتها ويستشعر ويرغب في أنه يغيرها، ليس فقط من أجله ولكن من أجل الكل. لأنه مين هو المجتمع؟ المجتمع هو إخواني، جيراني، أقربائي، أصدقائي، زملائي بالعمل، زملائي بالدراسة. فبالتالي زي ما حكيت لحضرتك أنه التجربة قد يكون شوائب في التجربة A أو في التجربة B، ولكن الظروف اللي احنا بنعيشها هي اللي خلت جسد أو مجلس سلام الشعب ينبثق من الشعب وإلى الشعب. وإن شاء الله الأيام بيننا، وإحنا يعني من خلال إذاعتكم الموقرة إحنا بندعو كل إنسان يعني يستشعر ويجد في نفسه الكفاءة والرغبة أنه يخدم بلده في أي مجال كان، فالباب مفتوح للانتساب، لأنه هذا الجسد من نعم. وإلى الشعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. نعم. كيف تنظروا للعلاقة، كيف راح يكون شكل العلاقة بين حزب سلام الشعب وبقية الأحزاب والفصائل اللي موجودة على الساحة؟ والله أستاذ إحنا طبعا بننظر لهذا الموضوع على أنه إحنا يعني جزء من الشعب يمد الإيد من أجل النضال سويا مع الكل الوطن الفلسطيني، لأنه إحنا مش جايين من مكان آخر أو من بلد آخر، لا، إحنا جزء من هذا الشعب، إحنا معنيين أنه نشترك مع الجميع من أجل مجتمع أفضل، من أجل مستقبل أفضل، من أجل أنه نتعاون، من أجل أنه ننبذ حالات التفكك أو حالات الحقد والكراهية للأسف اللي موجودة يعني في مجتمعنا بسبب ربما الظروف الصعبة. فالعمل بروح الفريق أو العمل بروح الكل بالتأكيد حيكون إلها أثر أفضل، بالتأكيد حتنجز وحتأدي إلى نتائج أفضل من ذي قبل. نعم. فإحنا يعني يسعدنا أنه نعمل مع الجميع من أجل هذا المجتمع. نعم، إن شاء الله يعني التوفيق لكم، وإن شاء الله تحملوا كل جديد للمواطنين وتحملوا شيء مختلف، ونعيد الثقة لدى المواطن بأن هنالك ممكن أن يكون أحزاب تمثلهم حق تمثيل وتتحدث باسمهم وتسعى لمصالحهم بالدرجة الأساسية. سعدت بالحديث معك، أشكرك جزيل الشكر أستاذ هشام مرتجى، عضو قيادة المجلس، مجلس سلام الشعب، كما قلت هذا المجلس الذي يؤسس هذه الأيام في غزة. تم طبعا عقد الاجتماع التأسيس الأول، والباب مفتوح للانتساب لكل المواطنين. يا عيون بدلانا صرخ الجمال لم تحل يا عيون بدلانا صرخ الجمال لم تحل وسطو
اسمحوا لنا في حديث السبت ومن عبر منبر إذاعة الإيمان أن نتقدم بالتعازي للوطن وليس فقط لعائلة الشاعر عمر خليل عمر. طبعا ننعى فقدان هذا الشاعر الفلسطيني والكاتب والمناضل الفلسطيني عمر خليل عمر الذي رحل عن عمر يناهز 80 عاما إثر نوبة قلبية. يمكن كثير منا يعني سمع عن عمر خليل عمر، وقلة من احتكوا به عن قرب، وكنت من المحظوظين بأن التقيته أكثر من مرة. على المستوى الأدبي شاعر عظيم جدا، وعلى المستوى الوطني والنضالي هو أيضا مناضل قديم جدا، وعلى المستوى الإنساني إنسان بمعنى الكلمة. برحيل الشاعر عمر خليل عمر بصراحة يعني هو خسارة للمشهد الثقافي والوطني في آن واحد. الكثير من الكتابات الجميلة لهذا الشاعر، وأبسط ما يمكن أن نقدمها له في الحلقة اليوم تعريف بسيط بهوية الشاعر الذي ولد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في العام 1936، ودرس اللغة العربية في جامعة القاهرة في العام 1959. طبعا عمل مدرسا لثلاث سنوات، ثم عاد والتحق بالكلية الحربية في مصر وتخرج منها وعمل ضابطا في جيش التحرير الفلسطيني. في العام 67 كان عمر قائد قوات الحرس الوطني في شمال قطاع غزة، وكان مسؤول عن الجناح العسكري في حركة القوميين العرب وعن المقاومة بعد هزيمة 67، وهو أحد مؤسسي هذه الحركة في قطاع غزة. طبعا هو من الأسرى المحررين، حيث اعتقل في سجون الاحتلال وحكم عليه 8 سنوات، ثم أعيد اعتقاله مرتين حتى العام 1980، وعمل حتى العام 2002 مديرا في كلية غزة الثانوية. طبعا الشاعر رحمه الله وضع ملامح من سيرة حياته في كتاب بعنوان من شريط الذكريات، وأيضا كتابا عن بلدته بيت لاهيا، وكتاب فلسطين في الشعر العربي، وأيضا مجموعات شعرية جميلة ومميزة جدا. هذا الشاعر الجميل علامة اللغة العربية كان له أيضا كتاب البسيط في قواعد اللغة العربية، وتجربته القاسية في سجون الاحتلال جعلته أيضا يكتب كتاب حياة السجون، وأيضا الحس النضالي والوطني وتأريخ التاريخ الفلسطيني وكتابة التاريخ الفلسطيني أيضا جعلت له العديد من الكتب، مثل الديانات الكبرى في العالم وملوك بني إسرائيل والحرب النفسية. ومن أجمل كتب الشاعر حوار مع حمار. أيضا
أيضا من تجربة السجن المريرة في داخل السجن، كان له كتابات جميلة جدا وترجم عدد من الكتب في السجن، منها كتاب الثورة لمناحم بيغن، وأيضا تسليح إسرائيل شمعون بيرز، وإسرائيل بدون حماية، وغيرها من الكتب العديدة، بالإضافة كما تحدثنا مجموعة من الدواوين الشعرية مثل أغاني الوطن، سنظل ندعوه الوطن ولن أركع. إذن العزاء، كل العزاء، ليس لعائلته فقط وإنما لنا جميعا كفلسطينيين، العزاء للوطن، العزاء لفلسطين في رحيل هذا الشاعر، الشاعر عمر خليل عمر، ويعني عظم الله أجر عائلته، وطبعا يعني العزاء أيضا لابنه الدكتور أمين عمر، والذي كان أيضا من زملائنا في تلفزيون فلسطين، وأيضا يعني يمكن كنت أقول له دائما أنه تشرب اللغة العربية من والده الشاعر العظيم رحمه الله. لازلنا معكم في حديث السبت وإلى الأخبار، ويمكن سواء اتفقنا أو اختلفنا على سلام فياض، ولكن يسعدنا جميعا عندما يكون هنالك شخصية فلسطينية ذات تأثير في المحافل الدولية. طبعا فيتو أمريكي أحبط تعيين فياض موفدا أمميا إلى ليبيا، الخبر الذي أسعدنا جميعا قرار الأمم المتحدة بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض موفدا أمميا إلى ليبيا. للأسف يوم أو ليلة الجمعة الولايات المتحدة أحبطت هذا القرار، و مصادر أمريكية وصفت هذا الاعتراض الأمريكي بأنه خطوة داعمة لإسرائيل. أما السفيرة الأمريكية فقالت إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة من مجرد طرح الأمين العام للأمم المتحدة فكرة تعيين فياض ومراسلته لهذا الخصوص في مجلس الأمن كموفد أممي إلى ليبيا. طبعا كما قلت الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أعلن عن نيته تعيين فياض موفدا أمميا إلى ليبيا وذلك بعد ضغوط فلسطينية مكثفة حسب ادعاء المصادر الإسرائيلية. وطبعا إجراءات الأمم المتحدة تقضي بمصادقة مجلس الأمن على مثل هذا التعيين بالإجماع، ما يعني أن معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة يشكل بين قوسين فيتو أمريكي. لم يتخذ الفيتو، ولكن مجرد الاعتراض دليل على أنه أمريكا قد تتخذ الفيتو في مجلس الأمن لإحباط هذا القرار، قرار التعيين، قبل وصوله أساسا إلى مجلس الأمن. من الأخبار اللافتة اليوم، معاريف تقول اقتراح إقامة قناة مائية حول قطاع غزة لحماية إسرائيل. الشرطة الإسرائيلية تقول بأن لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة الفساد وخيانة الأمانة. صحيفة تقول أن إسرائيل تستعد لغياب السلطة مبكراً بإعادة الإدارة المدنية عبر البوابة الإلكترونية. الاحتلال منع وقوع إسرائيلي جديد في أسر حماس حاول التسلل إلى غزة.
الشرق الأوسط تقول رجال القسام سيطروا على غالبية المواقع المنتخبة في حماس بغزة. وطبعا أخبار مشاركة الفلسطينيين أو الفلسطينيين أمير دندن ويعقوب شاهين في برنامج المسابقات العربية أرب أيدول. هذه أبرز أخبار اليوم، وبعد فاصل أبرز مقالات اليوم أيضا. فلسطيني عراسي لسطوحي، فلسطيني يا رايتنا لوحي، فلسطيني ملثم بكوفيه، فلسطيني يا دواء لجروحي، فلسطيني عراسه لسطوحي، فلسطيني يا رايتنا لوحي، فلسطيني ملثم بكوفيه. فخر العروبة فلسطيني وعالشمس مكتوبة، فلسطيني يا أختي لقيني وجه العدا تنسد سد لدروبة، الكرامة فلسطيني والشهامة فلسطيني شعب العاني فلسطيني قلب الحديد عراسه لسطوحي، فلسطيني يا رايتنا لوحي، فلسطيني ملثم بكون فيه، فلسطيني يا دواء لجروحي.
ولا زلنا معكم في حديث السبت عبر إذاعة الإيمان من غزة، وفي مقال اليوم أو مقال الأمس: في أجواء هدوء يسبق العاصفة، ماذا يريد هؤلاء الصغار؟ مقال بقلم الزهير الشاعر. يقول الكاتب: كنت سأكتب مقالة اليوم في سياق غير هذا السياق، سياق مهني يتعلق بتقاطعات تطورات الوضع السياسي والميدان الفلسطيني العام، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل في الأراضي الفلسطينية وبتقييم زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الفرنسية باريس، ومحادثات القاهرة بين المخابرات العامة المصرية والوفد الأمني لحركة حماس، والحراك المصري المرتقب، والتحديات القائمة أمام انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والانفراج القادم على قطاع غزة، التي يبدو بأن البعض يحلو له بأن يرهنها بإنهاء الانقسام الذي لا يوجد هنالك مؤشرات تدل على أنه سيتم في الأجل القريب، ما لم يقرر الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. لكن كون أن كرامة الإنسان لا تحتمل الصمت طويلا، لذلك يبدو لي أن أبناء قطاع غزة المكلوم لا زال مكتوب عليهم في قاموس رعاة الهمج أن يستمروا في تحمل مصائب بعض المجانين والمعاتيه الذين ظنوا أنهم كبارا، لذلك يتحملون الآلام والأوجاع لأن أمرهم لا زال معلقا في أيدي رزايا مترابطي المصالح جلبتهم صدفة الأيام لتصنع منهم أصحاب قرار، حتى أصبحوا بين عشية وضحاها يتمتعون بالسلطة والنفوذ بعد الحرمان، أو على الأقل أصبحوا أدوات قادرة على التخريب ليغيروا الحقائق، فيصبح الحق باطلا والباطل حقا، وكأنهم يعيشون في غابة بلا سقف قانوني أو أخلاقي أو وطني أو عشائري. هذا الجزء من المقال لزهير الشاعر تحت عنوان: في أجواء هدوء يسبق العاصفة، ماذا يريد هؤلاء الصغار؟ ولا يمكن أن نتجاوز الحديث عن الاستيطان ومقال تحت عنوان: الاستيطان الهستيري، للكاتبة تمارا حداد. تقول الكاتبة: إن الأيديولوجية الصهيونية تجتمع على فكرة واحدة، وهي إقامة الحضارة اليهودية وروحها التوراة، ولا تتحقق هذه الفكرة إلا بطرد الفلسطينيين، وتتحقق من خلال استمرار تدفق هجرة الجماعات اليهودية واستيعابهم داخل الدولة اليهودية، وضمان استمرارية الاستيطان في رسم حدود دولة إسرائيل حتى تحافظ على أمنها وعلى مصالحها القومية. إن قرار الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الثانية الثالثة بقانون شرعنة الاستيطان هو بمثابة نصف للقضية الفلسطينية ونصف قضية حل الدولتين، وهذا القرار يعطي المجال للكيان الصهيوني بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية والزراعية وسرقة الأراضي الميرية وأملاك الغائبين. الاستيطان كما تقول تمارا حداد هو جوهر منظمة الهجنة منذ العام 43، وقد قالها أحد قادتها وهو بن غوريون أن الصهيونية هي الاستيطان، ومشروعهم استراتيجي عسكري سيرسم حدود دولة الكيان الصهيوني. استندت حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطين على عدة أسس، من بينها السيطرة على الأرض الفلسطينية واستملاكها بشتى الوسائل والطرق، ومنافسة السكان الفلسطينيين عن طريق مصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات عليها واستخدامها في أمور عسكرية، أيضاً تدمير الاقتصاد الفلسطيني خلال سيطرة إسرائيل على مصادر المياه في الأرض الفلسطينية ولصالح المستوطنات.
طبعا تفصل الكاتبة عدد المستوطنات وتوزيعها، وتقول أن إسرائيل مستمرة في استيطانها للتخلص من الطابع العربي في الأراضي في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. هذا القانون الذي يشرع عن الاستيطان يعني نكبة ثانية للشعب الفلسطيني مثل ما حدث في 48، والذي تم شرعنة الاستيطان وبالتالي تهجير آلاف الفلسطينيين من أراضيهم ومن بيوتهم. هذا القانون يعطي الحق لإسرائيل بطرد الناس وسرقة أي أرض يريدونها وسرقة المناطق الحساسة حتى يتم التغيير الطبوغرافي والديموغرافي ونقل الناس من موقع لموقع، وهذا سيعطيها الحق في تهجير المزيد من الفلسطينيين وضم الآلاف من الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والمدنية أو الدينية عفوا، رغم كل القرارات الدولية التي أقرت أن الاستيطان غير شرعي مثل محكمة لاهاي في عام 2004 والمادة 49 من ميثاق جنيف وقرار الأمم المتحدة والذين أقروا جميعا أن الاستيطان غير شرعي. تختم الكاتبة بما نتمناه جميعا أن الوضع الراهن يحتاج لترتيب البيت الفلسطيني ولمعالجته حسب برنامج وطني وموحد يتفق عليه الشعب الفلسطيني، والانتقال من خطاب التوعية والشعارات إلى خطاب الدور المرتكز على الإنسان الفلسطيني وعلى هويته، وهنا يأتي دور القيادات الفلسطينية لإنهاء الانقسام. الأرض أرضنا والقانون في صفنا، وحقنا في تقرير مصيرنا ووجودنا على أرض فلسطين ليس بأمرا طارئا بل جذور متأصلة مرتبطة بتاريخ وجغرافيا. بهذه المقالات نختم معكم حلقة اليوم من حديث السبت، واللقاء يتجدد السبت المقبل 11 صباحا في حديث السبت قضايا فلسطينية منوعة. أنا معكم من وراء الميكروفون حنان أبو دغيم، هذه أطيب تحياتي وتحيات يحيى برزاق كان معي من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.